بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام مستمراً مع الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد انتهينا إلى قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. ما يفعل الله بعذابكم، أي ليس لله سبحانه وتعالى شأن في تعذيبكم، وليس هو بحاجة إلى تعذيبكم، لأنه ليس بحاجة إلى طاعة المطيعين ولا إلى عمل العاملين، لأنه غني عن خلقه سبحانه. وإنما ترجع عواقب العمل إلى العامل، فالمؤمن تكون عاقبته الخير والكافر تكون عاقبته الشر جزاء على عمله، وعدل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، يعني إن تعاطيتم أسباب الرحمة وأسباب النجاة، فإن الله سبحانه لا يريد أن يعذبكم. فالله جل وعلا تأبى حكمته وعدله أن يعذب من لا يستحق التعذيب، أو أن يكرم من لا، أو يرحم من لا يستحق التكريم والرحمة، بل إنه حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، شكرتم لله سبحانه وتعالى فامتثلتم أوامره واجتنبتم نواهيه وعرفتم نعمته عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى يسقط عنكم العذاب ولا ينقصه ذلك شيئا من ملكه سبحانه وتعالى. إن شكرتم وآمنتم، شكرتم نعمة الله عليكم وفضله وإحسانه عليكم وآمنتم به سبحانه وتعالى، الإيمان الخالص وليس إيمان المنافقين الذي يكون في الظاهر دون الباطن. وفي ضمن ذلك، المنافق إذا تاب وآمن بالله الإيمان الصحيح وكان الله شاكرا عليما، وصف نفسه سبحانه بأنه شاكر وأنه عليم، ومن أسمائه الشكور والعليم. فالله جل وعلا يجزي العامل بجنس عمله، فمن شكر لله شكر الله له، شكر الله له وواصل له النعمة والإكرام في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على إساءته وكفره. والشكر كما ذكر العلماء له ثلاثة أركان، ليس الشكر باللسان فقط، ولكن له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف باللسان، الاعتراف بالنعمة باللسان. والركن الثاني
الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب أن هذه النعمة من الله، فلا يشكر بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك، يشكر الله على النعمة بلسانه ولكن في قرارة نفسه أن هذه النعمة ليست من الله. والركن الثالث أن يصرف هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، لا يصرفها في معاصي الله، فإن صرفها في معاصي الله لم يكن شاكرا لها، بل يكون هذا من كفران النعمة. هذا الشكر من قبل العبد، تحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا ونسبتها إلى مسديها وموليها والعمل بها في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطاه الله مالا فإنه يستعين به على طاعة الله، ولا يستعين به على معصية الله وإعطاء نفسه ما تشتهي من المحرمات والمعاصي. ومن أعطاه الله علما فإنه يشكر الله فينشر هذا العلم في الناس ويدعو إلى الله ويعلم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من شكر نعمة العلم. وكذلك من أعطاه الله جاها فإنه يشكر الله بأن يساعد المحتاجين ويتوجه لمن نزلت به حاجة أو ضائقة، فهذا من شكر الجاه. فالشكر كلمة جامعة وهو في مقابل النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقوله اعملوا آل داود هذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل، وهذا ركن من أركان الشكر العمل. والشكر من أعظم أنواع العبادة، شكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا شكور شاكر، والجزاء من جنس العمل، فمن شكر لله فإن الله جل وعلا يشكر له في مقابل شكره لله، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يكرمه وينعمه ويجزيه الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة. والشكر كما أنه يكون لله عز وجل وهذا هو الأصل، فأيضا يشكر المخلوق إذا أحسن إليه. وفي الحديث: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فيشكر المحسن على قدر إحسانه، ولهذا قال: اشكر لي ولوالديك، اشكر لي لله جل وعلا وهذا هو الأصل، ولوالديك لأنهما أحسن إليك فتشكر لهما صنيعهما بالبر والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما. فالشكر الأصل أنه لله عز وجل لأنه هو المنعم الحقيقي، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك ينجر الشكر لمن أحسن إليك من المخلوقين على قدر إحسانه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.